اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا نروح دلوقتي نشوف الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده جامعه الازهر هتعلن نتيجه تنسيق القبول في كليتها للحصول للحاصلين على الشهاده الثانويه الازهريه، وايضا النهارده اخر يوم لتسجيل قراءه عداد الغاز لشهر سبتمبر، وكمان هنشوف لعيبه الزمالك اللي بينضموا لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي النيجر وليبيريا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، جامعة الأزهر هتعلن نتيجة تنسيق القبول بكليتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022، وده بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة اللي فاتت لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من الدور الأول. النهاردة آخر يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر سبتمبر، وكانت شركة الخدمات التجارية البترولية بدأت في استقبال قراءة الغاز الشهرية من يوم الخميس 1 سبتمبر لحد النهاردة 20 سبتمبر. النهاردة هينضم لاعبو الزمالك الدوليين لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة أليكت التشادي باستاد أحمدو أهادجو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. واختار الجهاز الفني للمنتخب خماسي الزمالك زيزو والونش وأحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد صبحي لمعسكر الفريق الوطني.